في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أعلنت قناة أون سبورت إذاعة مباراة الزمالك وديكادها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2019-2020، ويستضيف الزمالك فريق ديكادها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 10 مساء على ملعب بيترو سبورت، على أن يقام لقاء العودة في مصر أيضا. وقالت قناة أون سبورت عبر حسابها على تويتر: انتظروا مباراة نادي ديكادها ونادي الزمالك الأحد 11 أغسطس في تمام الساعة 10 مساء فقط وحصريا على أون سبورت. وكانت أون سبورت قد أعلنت إذاعة مباراة الأهلي وإطلع برا بطل جنوب السودان المقرر إقامتها في نفس اليوم في تمام الساعة 8 مساء. وكان الزمالك احتل المركز الثاني خلف الأهلي بطل الدوري المصري 2019-2018 بفارق 8 نقاط عن الأكثر تتويجا بلقب المسابقة 41 مرة. ويذكر أن الزمالك سيعود للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد مشاركته في آخر نسختين من البطولة الكونفدرالية التي حصد لقبها في مايو الماضي لأول مرة في تاريخه.